السلام عليكم وإلى حضراتكم نشرة أخبار العشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. وفي أبرز عناوينها: اللجنة العليا للمؤتمرات تستعرض في اجتماعها سبل دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك. الاحتفال بتوزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون توثق التاريخ الملاحي العماني بتتبع إحدى أهم رحلات السفينة سلطانة. والتحالف الدولي يجدد التزامه من بروكسل بالعمل على وقف تقدم تنظيم داعش في سوريا والعراق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيسة ماري لويس كلوير بريكا رئيسة جمهورية مالطا، أعربت من خلالها عن خالص تقديرها لجلالة السلطان المعظم على برقية جلالته المهنئة لها بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنية لجلالته دوام الصحة وللشعب العماني التقدم والسلام، مؤكدة أهمية تعميق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات بما يخدم مصالح الشعبين العماني والمالطي الصديقين. عقدت اللجنة العليا للمؤتمرات اجتماعا اليوم برئاسة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة، وفي إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لدعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك. فقد استعرضت اللجنة العليا للمؤتمرات في اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومرئيات الدول بشأنها، بالإضافة إلى محصلة ما توصلت إليه اللجان الوزارية المختصة من توصيات مرفوعة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم 35 المقرر عقده في الدوحة بدولة قطر. كما تناولت اللجنة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة إثر الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط وتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي. من جانب آخر، اطلعت اللجنة على التوصيات المتعلقة بخطوات تنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها في وقت سابق والجهود المبذولة لاستكمالها نظرا لأهميتها في تسريع الأداء. وقد تطرقت اللجنة إلى ما تضمنته مرئيات الهيئة الاستشارية حول القضايا التي قامت بدراستها بتكليف من المجلس الأعلى، والرامية إلى دعم التنمية البشرية وتنشيط وتشجيع السياحة وغيرها من الأمور التي تهم شعوب المنطقة. كما استعرضت اللجنة الخطوات المقترحة لتفعيل مشاركة الشباب في مسيرة المجلس وقضايا التعليم والصحة. وحول المفاوضات والحوارات الاستراتيجية الخليجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى والمنظمات الدولية، ناقشت اللجنة مجالات تفعيل الخطوات ذات الصلة بهذا المجال وصولا إلى التعاون المنشود. أقر مجلس الدولة خلال جلسته الاعتيادية قانون المرور المحال إليه من مجلس الشورى مع إدخال بعض التعديلات على القانون. وشكل المجلس لجنة خاصة لصياغة ما تم الاتفاق عليه في الجلستين حول تعديلات قانون المرور. الجلسة الثانية لمجلس الدولة تضمنت التركيز على مناقشة مشروع قانون المرور رقم 28/93 والذي تمت إحالته من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة. كما تضمنت الجلسة الثانية لمجلس الدولة اعتماد عدد من الموضوعات المقدمة من بعض اللجان لدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة. ومن أهم تلك الموضوعات المشروع الذي تقدمت به اللجنة الاقتصادية بالمجلس والمتعلق بترشيد الإنفاق
في ضوء التحديات التي تواجهها الموازنة العامة للدولة خاصة مع انخفاض أسعار النفط. كما تضمنت الجلسة مناقشة المواضيع التي تقدمت بها اللجنة الاجتماعية مثل مراجعة التشريعات المنظمة للصرف الصحي وتلوث المياه ومراجعة اللوائح المنظمة للزواج من الخارج، إضافة إلى مناقشة واقع الأندية الرياضية بالسلطنة. كما تم خلال الجلسة مناقشة عدة مواضيع تقدمت بها لجنة الموارد البشرية، منها مواضيع تتعلق بمراجعة التشريعات المنظمة للتوظيف وإدارة الموارد البشرية بالقطاع الخاص، وكذلك استقرار الكوادر الوطنية بمختلف محافظات السلطنة. إذن مواد قانون المرور كان المتصدر لوقاع جلسة مجلس الدولة، والذي تمت مناقشته باستفاضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، إضافة إلى مناقشة العديد من البرامج والخطط التي تقدمت بها اللجان الدائمة بالمجلس. سيب بن خلفان الكندي من مجلس الدولة بمحافظة مسقط. بهدف إبراز التاريخ الملاحي العماني إعلاميا، تعكف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على دراسة إحدى أهم الرحلات التاريخية للسفينة سلطانة عبر ندوة متخصصة تستمر يومين. الندوة تبحث من خلال أوراق العمل ثلاثة محاور تتصل بعصر السيد سعيد بن سلطان ودوافع قيام هذه الرحلة في ذلك الوقت، من أجل بلورة أفكار علمية لتقديم رؤية فيلمية توثيقية للرحلة. رعى افتتاح الندوة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تاريخ والمخرجين، نتحدث من اليابسة قبل الإبحار باعا في السفينة سلطانة، عبارة افتتح بها مدير الجلسة الأولى أعمال ندوة رحلة السفينة سلطانة إلى نيويورك نحو فيلم وثائقي. أدت سلطنة عمان دورا حضاريا في العلاقات الدولية والتواصل مع دول العالم المختلفة. ساعد موقعها الجغرافي الاستراتيجي في ذلك، حيث ارتبط العمانيون بالبحر بحكم موقع عمان الجغرافي المطل على الخليج العربي والمحيط الهندي، وقد ساهم ذلك في أن تكون عمان مركزا من أهم مراكز التجارة في المنطقة. بين عمان عصر السيد سعيد بن سلطان ودوافع قيام رحلته، الرحلة والاتفاقية من واقع الوثائق المتاحة وصولا إلى رؤية فيلمية توثيقية ودرامية لرحلة السفينة سلطانة، هي محاور الندوة التي تحدثت الباحثة الإيطالية بيارتس في جلستها الأولى عن حرص السيد سعيد بن سلطان لتوسيع العلاقات مع العالم، وهي ما وصفها الباحث جمع البوسعيدي بربيع العلاقات الدولية في طرحه البحثي. أحد أسباب عبور السفينة سلطانة للمحيطين أنه كان هناك تقليد ووعي ثقافي للتجارة في العالم الخارجي، والسلطان العماني كان قادرا على خلق علاقات جديدة مع عالم جديد، وكان هذا مما دفع بإرسال المبعوث العماني إلى أمريكا. ولأهمية الجانب البصري في تقديم الأحداث التاريخية المهمة والترويج لها، وضعت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إمكانية إنتاج فيلم الرحلة سلطانة هدفا نهائيا لهذه الندوة. اتفاقية ورحلة السفينة سلطانة تشكلان نقاط مهمة لبناء عمل درامي توثيقي بإذن الله. أخذنا في إنتاج هذا العمل المهم جدا، أخذنا السبيل العلمي من خلال جمع باحثين متخصصين في تلك الفترة وفي رحلة السفينة سلطانة إلى نيويورك. التنوع في هذا اللفيف العالمي من الحضور يتشابه كثيرا مع من ركبوا السفينة سلطانة في رحلتها لنيويورك عام 1840، رحلة تملأها أحداث جعلت من السينمائية دلال في خيال المشهد. بالنسبة لي رحلة السفينة السلطانة هي رحلة ملحمية، رحلة تحمل درامية بالمعنى السينمائي والمسرحي وإلى آخره، هي ليست فقط رحلة تجارية ودبلوماسية. السفينة السلطانة إذن من جديد في طريقها للإبحار نحو العالمية، لكن هذه المرة عبر فضاءات الإعلام في فيلم وثائقي يصنع رؤيته
باحثون ومختصون على مدار يومين. أحمد بن بارك الدرمكي، مسقط. احتفل مساء اليوم بتوزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. وفازت وزارة التربية والتعليم بجائزة أفضل محتوى إلكتروني لمشروعها المحتوى الإلكتروني لبوابة وزارة التربية والتعليم. أما أفضل خدمة إلكترونية مقدمة من القطاع الحكومي للمواطنين فكانت من نصيب بلدية مسقط عن مشروعها مركز اتصالات مسقط. وحازت هيئة تنظيم الاتصالات على جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص لمشروعها النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، في حين حازت شرطة عمان السلطانية على جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي عن مشروعها نظام التكامل بين الجهات الحكومية في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفازت وزارة القوى العاملة في مشروعها منصة التوظيف على جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي. أما أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين فقد حازتها وزارة الزراعة والثروة السمكية في مشروعها حول نظام التداول في سوق السمك المركزي. وجائزة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة ذهبت لوزارة القوى العاملة في مشروعها تطبيق الهاتف النقال نعمل. أما الفائز بأفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا فحازتها شرطة عمان السلطانية في مشروع الجاهزية الإلكترونية. أما الهيئة العامة لحماية المستهلك فقد حازت على جائزة أفضل مشروع تكاملي بمشروع ميدان. أما جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك فكان من نصيب وزارة القوى العاملة في مشروعها نظام حماية المعاشات. أما جائزة خدمة إلكترونية مقدمة من القطاع الخاص للجمهور فقد ذهبت لبنك مسقط في مشروع القنوات المصرفية. وبنك ظفار حاز على جائزة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة عن مشروع الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال. أكد التحالف الدولي مجددا التزامه بالعمل معا في إطار استراتيجية مشتركة ومتعددة الأشكال وطويلة الأمد لإضعاف تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به. وفي ختام اجتماع وزاري في بروكسل ضم نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة، أعلن التحالف الدولي أن الحملة ضد التنظيم بدأت تعطي نتائج وأنه في صدد وقف تقدمه. ترأس وفد السلطنة سعادة السفير نجيب بن سليمان العبري سفير السلطنة المعتمد لدى بلجيكا. ممثلو أكثر من 60 دولة شاركوا في مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، خطة تحرك مفصلة اتفق عليها المجتمعون. الاستمرار بالعمل جنبا إلى جنب لضمان استراتيجية طويلة المدى للحد من قدرات داعش وهزيمته مع توقعات باستمرار الحرب طويلا لما يشكله هذا التنظيم الإرهابي من خطر يتعدى حدود المنطقة. نتمنى أن يشارك أكبر عدد من الدول في التحالف، وهناك الكثير من الدول العربية والخليجية معنا اليوم على الطاولة. منذ أمس قامت إيران بشن عدد من الضربات، وأظن أنه من الواجب على الجميع المشاركة في محاربة هذه المجموعات الإرهابية، فهذه المجموعات لا تهدد فقط سوريا والعراق بل كل المنطقة وفي نهاية المطاف العالم أجمع. المشاركون أكدوا على ضرورة مساعدة العراق وبكافة الوسائل كي تتمكن قواته من مواجهة الإرهاب، إلى جانب تعميق التنسيق الأمني والاستخباراتي بين دول التحالف، وصولا إلى تجفيف موارد التمويل ومحاصرة منابر التعبئة للتنظيم الإرهابي مع الاستمرار في الضربات الجوية الدولية. كما أطلعنا اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد نجحت الحكومة العراقية في إبرام صفقة نفطية ناجحة مع كردستان العراق لتسوية الخلاف بينهما. كما أوضح لنا السيد العبادي آخر تطورات المعركة ضد داعش داخل العراق، فضلا عن مساعيه الإصلاحية وآخرها القرار السيادي الذي اتخذه بخصوص تعديل النظام القضائي العراقي، فالقضاء على داعش لن يأتي سوى بعراق متحد ومستقر عسكريا.
الجانب العربي ركز على الدعم الدولي لجيران العراق وسوريا كي يستطيعوا تحمل الحرب وأعبائها، أما الاهتمام الأوروبي فانصب حول منع تدفق مزيد من المقاتلين نحو صفوف داعش وآليات الوقاية من انتقال أعمال العنف إذا ما عاد بعض المقاتلين إلى بلدان إقامتهم في أوروبا. المؤتمر لم يقدم إجابات دقيقة حول المستقبل السياسي في سوريا والعراق في ظل استمرار الضربات الجوية الدولية ضد داعش، كما أنه لم تتضح الرؤية حول مدى مشاركة قوات برية دولية في المستقبل للقضاء على التنظيم الإرهابي. من مقر حلف شمال الأطلسي، نور هدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل. أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خلال تفكيهما عبوة ناسفة في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا، وذلك غدا اشتباكات في منطقة رأس بعلبك الحدودية القريبة بين الجيش ومسلحين أسفرت عن مقتل ستة عسكريين مساء الثلاثاء في كمين مسلح تعرضت له دورية للجيش في المنطقة. قتل جنديان يمنيان ومدني وأصيب 17 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف منزل السفير الإيراني بصنعاء، ووقع الهجوم في وقت لم يكن السفير حسن سيد نعم في المنزل الواقع في حدة الحي الدبلوماسي جنوب العاصمة اليمنية. وأعلن تنظيم يطلق عليه أنصار الشريعة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع وسط توتر سياسي في اليمن، وهذا الهجوم هو الثاني على أهداف إيرانية هذا العام في اليمن بعد اغتيال دبلوماسي إيراني بالرصاص بعيد مغادرته الدار نفسها في يناير الماضي، كما اختطف دبلوماسي آخر في يوليو في صنعاء وما زال رهينة لدى خاطفيه. أصيب فتى فلسطيني بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل جندي إسرائيلي في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وزعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها أطلقت الرصاص على الفتى البالغ من العمر 16 عاما بعد قيامه بطعن مستوطنين. وقع الهجوم في محل تجاري في مستوطنة ميشور أدوميم التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن القدس المحتلة. أعلنت السلطات الأوكرانية أن حادثا وقع الأسبوع الماضي في محطة نووية جنوب شرقي أوكرانيا، لكنه لا يمثل مع ذلك أي تهديد من انبعاث مواد مشعة. وقال وزير الطاقة الأوكراني فلوديمير ديميشيشين أن الحادث وقع في المبنى الثالث من محطة زابوريغايا النووية في منظومة إمداد الكهرباء، مؤكدا أن المحطة ستعود إلى العمل بشكل طبيعي في الخامس من ديسمبر الجاري. وتنص معاهدة دولية أبرمت عقب حادث تشيرنوبل الذي وقع عام 86 في أوكرانيا الجمهورية السوفيتية حينذاك، تنص على وجوب إخطار أي دولة وكالة الطاقة النووية بفيينا في حال وقوع حادث نووي يمكن أن يؤثر على الدول الأخرى. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. السلطنة السادسة عربيا في مؤشر الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام 2014. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة.
واتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، في الهواتف، في استخدامنا للحواسيب، بل وحتى في طريقة تعاملاتنا المالية. صرنا نحول فلوسنا من هواتفنا، حتى كلامنا صار مختصر. ما أقول هذا صح أو خطأ، لكن هذا الواقع. في الشبكات علمنا تويتر نختصر كلامنا في 140 حرف، وعلمنا الإنستغرام نختصر الفيديو في 15 ثانية. وبعد شركات الطيران تشجع للحجز من مواقعها الإلكترونية، تضمن لنفسها بيع التذاكر، وتضمن أنت وجود مقعد لك في الرحلة اللي تريدها. الحياة صارت سهلة ومختصرة، لكن مع هذا صاحبنا جالس ينتظر. أنا؟ أيوة أنت، يعني واضح أنك منتظر من مدة لمعاملة ممكن تنهيها بدقائق وانت في مكانك. لا 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 لا، ما يحتاج تخلي خيالك بهذا المستوى من الفخامة، يعني يمكن تخلص أمورك وانت في المقهى مع أصدقائك، أو انت جالس في شارع الكورنيش. أعرف أنه المكان المفضل لك. ياه، عيشني الجو، وأنا ليش مطول السالفة؟ أختصرها أحسن. يا سلام، اختصرها أحسن وريح بالك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. اللجنة العليا للمؤتمرات تستعرض في اجتماعها سبل دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك. الاحتفال بتوزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون توثق التاريخ الملاحي العماني بتتبع إحدى أهم رحلات السفينة سلطانة. والتحالف الدولي يجدد التزامه من بروكسل بالعمل على وقف تقدم تنظيم داعش في سوريا والعراق. حصلت السلطنة على المركز السادس عربياً في مؤشر الشفافية الدولية لمدركات الفساد للعام الجاري الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقراً لها. وعالمياً حققت المركز 67 في المؤشر الذي تصدرته الدنمارك ويشمل 174 دولة، يليها نيوزيلندا ثم فنلندا ثم السويد ثم النرويج ثم سويسرا. وحلل مؤشر مدركات الفساد مستويات الفساد والشفافية بالقطاع العام اعتمادا على تقديرات مؤسسات دولية. بدأت اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمكافحة الغش والفساد والذي تنظمه الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي حياة للمياه، وتستمر فعاليته على مدى يومين. المؤتمر يركز هذا العام على معرفة أنواع وأشكال الفساد وطرق مكافحتها، خاصة المتعلقة بإدارة المشاريع. رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل. إن للفساد مظاهر كثيرة وصور عديدة ومسالك متنوعة، منها الاختلاس والرشوة وسوء استخدام السلطة والصلاحيات. بمشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين من داخل السلطنة وخارجها، افتتح المؤتمر الثاني لمكافحة الغش والفساد، حيث يعد محفلا متسعا للالتقاء ومشاركة الأفكار والاستفادة من الخبرات والإجراءات المتبعة على مستوى العالم في هذا الشأن. وهذه المؤتمرات الحقيقة هي تعطي مؤشر جيد لانتباه الناس لمثل هذه الآفات أو لمثل هذه الحالات التي تحصل. هي وإن كانت حصلت، ولكن الحقيقة هي ليست بالحجم الكبير الذي يعتقد الناس. أمل أن تكون مثل هذه المؤتمرات اللي يستفيد منها الناس جميعا، وأن تكون أيضا
دافع للآخرين أن يعملوا في بيئة صحيحة وفي بيئة صحية لا نسمع فيها مثل هذه الحالات أو مثل هذا الفساد الذي هو في حقيقة الأمر غريب عن المجتمع العماني تماما. يناقش المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الغش والفساد في إدارة المشاريع والطرق الكثيرة للتصدي للممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ارتكاب المخالفات. سلطنة عمان في المحافل الدولية موجودة ومن الدول القليلة حول العالم في مرتبة الفساد، وهذا بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة من زمن طويل. وعلى مدى يومين سيتم طرح العديد من أوراق العمل من ضمنها الفساد وآثاره السلبية على المجتمع وأنواع وأشكال الفساد ودور المؤسسات والمجتمع في مكافحته. يمثل الغش والفساد عائقا للتطور الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا تبرز أهمية تضافر كافة جهود المجتمع للتصدي له. فاطمة بنت يحيى الحجرية، مسقط. في العاصمة الإيرانية طهران انطلقت اليوم أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام والتي تستمر يومين، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين الدول الإسلامية وتطوير التعاون في مجال تغطية الأحداث والفعاليات في هذه الدول بما يحقق المصلحة العامة للشعوب الإسلامية وعدم الانجرار وراء الأخبار التي تسيء إلى الأمة الإسلامية والعمل على إرساء السلام والأمن الدوليين. ويناقش المؤتمر دور وسائل الإعلام في مكافحة التطرف وتوعية العالم الإسلامي تجاه التحديات التي يواجهها، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات الإعلامية التي تهم الدول الإسلامية. يترأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام. مشاركة السلطنة في مؤتمر وزراء الإعلام العاشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي يأتي من حرص السلطنة على دعم مسيرة الإعلام الإسلامي من خلال مشاركتها في هذا الاجتماع والاجتماع السابق لهذه المنظمة. والسلطنة من خلال هذه المشاركة تدعم التوجهات التي يدعو إليها هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر الذي ينعقد الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحمل عنوانا جميلا يدعو إلى السلام ويدعو إلى التقارب ويدعو إلى الوئام. ونحن في سلطنة عمان دولة داعية إلى السلام وداعمة إلى داعية دوما إلى الحوار وداعمة دوما لكل دور يؤدي إلى استقرار هذه المنطقة، المنطقة العربية، وكذلك إلى استقرار العالم الإسلامي وإلى توصيل الصوت الصحيح والمفهوم الصحيح عن هذه المنطقة إلى العالم. احتفل الاتحاد العام لعمال السلطنة بمقر الاتحاد بتكريم 20 من أقدم النساء العاملات في القطاع الخاص. يأتي هذا التكريم إيمانا بأهمية المرأة العاملة والدور الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية والتطوير جنبا إلى جنب مع أخيها العامل. وأكدت المكرمات على أهمية هذا التكريم كحافز لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل في القطاع الخاص. نظم عدد من مراكز الوفاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وطلبة المدارس في بعض محافظات السلطنة فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العماني للتطوع. وفي ولاية طاقة بمحافظة ظفار أقيمت ندوة تناولت المنظور الديني للعمل التطوعي إلى جانب عرض تجارب ناجحة في هذا المجال. التطوع يعني يبذل وقته وجهده لخدمة الإسلام. العمل التطوعي سمة بارزة من سمات المجتمع العماني المتماسك، وهو عمل دعا إليه الإسلام. ونظرا لأهمية زرع مفهوم العمل التطوعي في نفوس أبنائنا بصفة خاصة وكافة أفراد المجتمع بصفة عامة،
وتأصيلا لهذا المبدأ الاجتماعي القيم، نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار برنامجا تطوعيا بمناسبة اليوم العماني للتطوع. البرنامج الذي أقيم بولاية طاقة اشتمل على حلقة نقاشية حول العمل التطوعي وزراعة بعض الشتلات وتقليم الأشجار. أنصح جميع الطالبات والزميلات بأن يقوموا بأعمال تطوعية ويكونوا مشاركتهم ومساهمتهم، لأن هذا حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخلاق الدين الإسلامي. مجموعة من الطلاب والطالبات ساهموا بدورهم في العمل التطوعي من خلال حملة تنظيف لجزء من شاطئ طاقة. كذلك تضمنت الاحتفالية بعض أوراق العمل وتكريم رواد العمل التطوعي. الغرب العمل التطوعي المذهل والمدهش الذي كلنا يجب أن نقف أمامه محترمين وماذا ومكبرين لهذا العمل الرائع، هذه حقيقة يا إخواني. تقدمنا لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي بدورته الثالثة لعام 2013، وبفضل الله وتوفيقه حصلنا على المركز الثاني لأول مرة بمحافظة ظفار. ما في شك بأن هذه الاحتفالية احتفالية طيبة ورائعة، وخاصة أنها في مجال يخص المجتمع بشكل عام، وهو المجال التطوعي، وما في شك أنه دائم أنفع الناس للناس، وبالتالي هذا ما في شك أنه بيكون مردود إيجابي، سواء كان بالنسبة للنشأ أو الشباب أو المجتمع بشكل عام. هذه الاحتفالية تأتي في إطار خطط الوزارة التنمية الاجتماعية بنشر ثقافة العمل التطوعي، وهي بما في شك تجسد الاحتفالية باليوم العماني للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر. والمديرية العامة للتنمية الاجتماعية نظمت هذه الاحتفالية في ولاية طاقة إدراكا بأهمية العمل التطوعي. قيمت عدة أنشطة وفعاليات في ولاية طاقة شملت بعض من مدارس الولاية، اشتملت على التعريف بمفهوم العمل التطوعي وأهم مجالاته وأيضا المبادرات التطوعية. العمل التطوعي بادرة من ذات النفس، ونتمنى غرسه في الأجيال القادمة. كما أشكر المديرية العامة للتنمية الاجتماعية على تكريمنا من جمعيات ومؤسسات وأفراد. تأتي هذه الاحتفالية للتذكير بأهمية العمل التطوعي لأفراد المجتمع. لتلفزيون سلطنة عمان، محمد بخيت الشحري من فندق روتانا، محافظة ظفار. نظمت شركة ميناء صحار حملة لتنظيف شواطئ ولاية لوا ومحمية أشجار القرم بالولاية بالتعاون مع طلاب المدارس. الحملة تهدف لجعل البيئة البحرية خالية من الملوثات، وتشجع النشأ في الحفاظ على البيئة العمانية ونشر ثقافة النظافة. ثقافة النظافة والاهتمام بالبيئة المحلية من حولنا هو من الأولويات في مناهجنا الدراسية وثقافتنا البيئية، إذ يعكس مدى حرصنا على أن نعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث لنا ولأجيالنا القادمة، فهي عنوان حضارتنا ومن صميم تعاليم ديننا الحنيف الذي يوصينا بالنظافة والنظام. شواطئنا الممتدة طويلا تتسم بالنظافة دائما، والكل يسهم في جعلها أكثر نظافة وجمالا حتى ينعم جميع مرتادي الشواطئ بالارتياح والاستمتاع. الخور حرمون طبعا تعتبر من الأخوار الجميلة جدا التي فيها تنوع الغني بالبيئة البحرية، وأيضا هناك الطيور المهاجرة التي تتكاثر فيها، وأيضا الكائنات البحرية. طبعا هذا طبعا كلها تكاتف مع المواطنين، ونحن نشجع المجتمع المحلي وأيضا القطاع الخاص أن يشارك ويبادر في تنظيف البيئة العمانية. طبعا هذه ليس الوزارة الوحيدة التي ممكن تقوم فيها، ولكن هناك جهات يجب أن نتعاون ونتكاتف من المجتمع المحلي وأيضا القطاع الخاص لنظافة والحفاظ على البيئة البحرية بشكل عام. حملات تنظيف الشواطئ يسهم بها الأفراد والمؤسسات، طلبة المدارس والعاملون في حملاتهم التوعوية التي تقام بين فترة وأخرى. حملة تنظيف شواطئ ولاية لواء تتبناها شركة ميناء صحار بعامليها وبالتعاون مع طلبة مدارس الولاية، للتأكيد على منهج سلوكيات الثقافة وممارستها بين أفراد طلبة المدارس، ليكون حماة لبيئتنا المحلية العمانية المتفردة وواجهة لبلدنا المتميز بالنظافة والنظام. هذا عمل إنساني وعمل مشترك مع الصناعات وأيضا مع المجتمع،
لضمان يعني نظافة المكان وأيضا توعية الناس بأهمية أشجار المنجروف للطبيعة وللحياة البحرية وللحياة البرية، فأهميتها في صونها وطبعا نظافتها في المنطقة. فلا بد من التعاون وإشراك المجتمع والجهات الخاصة والحكومية للمحافظة على هذه المنطقة. هذه الحملة استمرت ليومين، شارك بها طلبة مدارس ولاية لواء ومؤسسات القطاع الخاص ووزارة البيئة، وكانت برعاية سعادة والي ولاية لواء ورؤساء الشركات الداعمة لحملة تنظيف الشواطئ والمحميات. الاهتمام بنظافة الشواطئ والجوانب البيئية ليس وقتي، وإنما يجب أن يكون حاضرا في ثقافتنا وسلوكنا اليومي ومنهجنا الحياتي. علي بن عبد الله العجمي من محمية أشجار القرم ولاية لواء. كشف ملتقى نخل في حب قابوس عن دور الشباب والمؤسسات الشبابية في تبني الفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية. الملتقى اشتمل على مسابقات وعروض للفنون العمانية المغنى واستعراض للحرف والمهن اليدوية. قلعة نخل الشامخة بشموخ أبنائها احتضنت وعلى مدار 3 أيام ملتقى نخل في حب قابوس، والذي رسم صورة من صور الوفاء والولاء لقائد عمان عرفانا بما تحقق في ظل قيادته الحكيمة. أتمنى طبعا من الشباب ان يستفيدوا او يستغلوا هذه الفرص وهذه الفرصه لهذه الفعاليات. وطبعا هناك الحقيقه فعاليات متعدده فيما اطلعنا عليها، سواء كان في مجال الرمايه او في مجال المسابقات الترفيهيه ومسابقه الرسم وغيرها. فاتمنى طبعا للشباب واتمنى كل التوفيق. فعاليات متنوعه طيله ايام الملتقى عكست دور الشباب والمؤسسات الشبابية في تبني الفعاليات التي تبرهن على أهمية قيام الشباب بدورهم في غرس قيم المواطنة. الفكرة هي أساسا جاءت من إدارة اللجنة الشبابية على أساس أن يكون هناك حفل لختام أنشطة اللجنة الشبابية خلال السنتين الماضيات، وكان هناك تعاون مع شركة نخل الأهلية، هم عندهم فعالية ليالي نخل، ونحن عندنا كان فكرة اللي هو ملتقى نخل في حب قابوس، فتم دمج الفكرتين لأننا نطلع بليالي نخل في حب قابوس. أبرز الفعاليات هي الماراثون بالدراجات الهوائية من وادي مستل ولاية نخل إلى قلعة نخل، وكذلك المشي أكتشف نخل، اسمه أكتشف نخل، من قرية الطو إلى القلعة كذلك. وكذلك من ضمن الفعاليات الرماية، مسابقة الرماية أقيمت، وختام هذه الأنشطة في هذا اليوم. والصحوبة هناك في فعاليات أخرى للأطفال وكذلك مشغولات حرفية ونسوية، كلها اشتملت تحت مظلة ملتقى ولاية نخل في حب قابوس. ساحة القلعة وردهاتها كانت مسرحا لإبراز الفنون التقليدية العمانية المغنى، كما حرص الآباء والأجداد على إبراز الحرف والمهن التي امتازت بها هذه الولاية العريقة، ليكون مسك ختام الملتقى تكريم المشاركين والمساهمين والداعمين لإنجاحه في لفتة يؤمل أن تكون حافزا لتقديم المزيد في مثل هذه المناسبات. في حب قابوس، هكذا جسد أبناء ولاية نخل ملحمة الحب والولاء والعرفان في مشهد رسخ معاني القيم الوطنية في أبهى صورها وأسمى معانيها. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية نخل، محافظة جنوب الباطنة. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل خلفان بن سعيد العمري. النشرة الاقتصادية برعاية السلام عليكم، أخبار الاقتصاد وتتابعون. وزارة القوى العاملة توقع 19 اتفاقية لتدريب نحو 400 من الباحثين عن عمل بجهات تدريبية مختلفة.
وقعت وزارة القوى العاملة على 19 اتفاقية لتدريب نحو 400 من الباحثين عن عمل بجهات تدريبية مختلفة، وبلغت قيمة الاتفاقيات أكثر من 1,057,000 ريال عماني، بكلفة تزيد عن 1,000,000 ريال عماني. تم التوقيع على 19 اتفاقية، وذلك في مجالات ثلاثة، وهي المجالات الإدارية بعدد 128 متدربة، والمجالات الفنية بعدد 267 متدربة، وثلاثة متدربين في المجال الحرفي تأتي لتطوير قدرات العاملين. هناك ميزتين وشهدناها في توقيع هذه الاتفاقيات، ان نحن بدينا نتوسع في برنامج التدريب على راس العمل، بمعنى انه الموظف يكون موظف بدا العمل في شركه من الشركات، ثم نقوم بتدريبه لفتره زمنيه بحيث يكون داخل المؤسسه التدريبيه لفتره، وبعد ذلك ينخرط في المؤسسه والشركه التي يعمل فيها. طبعا هذا ياتي ايضا ضمن مسار مهني نحن بدانا فتحه في مراكز التدريب المهني ونسمي مسار التلمذة المهنية. مجالات التدريب شملت مهن أمين الصندوق والمحاسبة والتمديدات الكهربائية وقيادة وتشغيل المعدات الثقيلة وميكانيكي صيانة المعدات الثقيلة وميكانيكا وكهرباء السيارات وأعمال المساحة وإنشاء الطرق وأعمال الطباعة. هذا يأتي في سياق عمل وزارة القوى العاملة في بناء القدرات الوطنية لشغل مواقعهم المختلفة في مؤسسات القطاع الخاص. منذ بداية يناير حتى الآن دربنا ما يقارب 3,000 مواطن في مواقع العمل المختلفة بكلفة إجمالية تقريبا 7,000,000. هذا وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ بداية العام الحالي 89 اتفاقية تدريبية في المجالات الإدارية والفنية والحرفية. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. تعزيزا للعلاقات التجارية والاقتصادية والخدمية بين السلطنة ومملكة إسبانيا، وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة تجارة وصناعة إسبانيا، وتزامن التوقيع مع قيام وفد من أصحاب الأعمال العمانيين بزيارة العديد من المنشآت الخدمية الإسبانية مثل محطات المترو وقطارات الأنفاق وبعض المرافق الخدمية الأخرى. سعيا لتعزيز العلاقات التجارية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين السلطنة ومملكة إسبانيا، وقع سعادة سعيد بن صالح الكيومي مع نظيره الإسباني مذكرة تفاهم اقتصادية تهدف إلى التعريف بالمقومات الاقتصادية والمناخ الاستثماري في السلطنة وتبادل الخبرات وجلب الاستثمار. وقعنا على مذكرة تفاهم مع الغرفة، كذلك كان حضور مكثف من رجال الأعمال وكبرى الشركات في إسبانيا، كان لقاء رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم كان فوق الممتاز. في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم بشكل عام بانخفاض أسعار النفط، اليوم احنا محتاجين إلى الاستثمار الأجنبي إلى أن نحاول أن نجذبه إلى سلطنة عمان. نعرف المستثمرين بالسلطنة وبالامتيازات اللي موجودة فيها من موقع لوجستي، من مميزات، من أمن وأمان، من قوانين إلى آخره. كما قام رجال الأعمال العمانيين بزيارة لأهم المنشآت الخدمية الإسبانية مثل قطار الأنفاق ومطار مدريد وشركة إندرا لتقنية الدفاع والملاحة الجوية والاتصالات، وذلك من أجل الاطلاع على التجربة الإسبانية والوقوف على أنشطتهم الاقتصادية وعقد شراكات تجارية بما في ذلك مصلحة البلدين. يعتقد أن سوق عمان سوق واعد في منتجاتهم سواء الاستهلاكية أو على مستوى الصناعية والخدمية، وهذا طبعا يشرفنا احنا كرجال الأعمال انه نقدر نتعامل معهم في مختلف القطاعات حتى نقدر نخدم عمان بأحسن وجه. وتخلل الزيارة العديد من البرامج التعريفية والعروض المرئية للمنشآت الاقتصادية الإسبانية، حيث اتفق رجال الأعمال العمانيين والإسبانيين على ضرورة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وتسهيل التعاملات التجارية بما يرفد مجالات التعاون الاستثماري، ومؤكدين على ضرورة العمل على استغلال الفرص الاستثمارية خاصة في المجالات السياحية والصناعية والنقل. نحن طبعا اليوم في مترو مدريد، وأخذنا نبذة
طبعا جيدة جدا عن طريقة التشغيل من ناحية الطاقة ومن ناحية الموارد البشرية من جميع النواحي. نتوقع أن تكون هناك فرص طيبة للتجارة الإسبانية في عمان، خاصة عندهم شبكة مترو وشبكة سكك حديد على مستوى العالم. وحظيت زيارة المترو للسكك الحديدية الإسبانية جانبا من الاهتمام المكثف من قبل رجال الأعمال العمانيين والإسبانيين، كون المشروع في طور التحضير ولما له من دور فعال للمساهمة في دفع عجلة التنمية العمانية. هكذا حققت زيارة وفد رجال الأعمال العمانيين إلى مملكة إسبانيا الأهداف المرجوة، وذلك عبر التوقيع على مذكرة التفاهم الاقتصادية وتبادل الدعوات للإطلاع على المزيد من التجارب العمانية في مختلف المجالات ولفتح مجال أوسع خاصة في المجالات الاستثمارية في السلطنة. محمد بن عمير الهنائي من العاصمة الإسبانية مدريد. أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي. دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي، 100% عماني وحلال. الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي. الصفاء. بهدف تسهيل الإجراءات وتمويل ودعم الباحثين عن عمل، قام فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم وصندوق الرفد ندوة تعريفية بالخدمات التي يقدمها الصندوق، ركزت على إيضاح آلية الحصول على التمويل وأهمية شروع الشباب في إقامة المشاريع الخاصة بهم والتي تدير عليهم دخلا جيدا. والأعمال المنزلية خدمات عديدة يقدمها صندوق الرفد الذي يجمع ثلاثة صناديق، هي برنامج سند وصندوق موارد الرزق ومشروعات المرأة الريفية لتسهيل الإجراءات وتمويل ودعم الباحثين عن عمل، تم إيضاحها بلغة تعريفية وفق الشروط والضوابط المتبعة من خلال الندوة التعريفية عن الخدمات التي يقدمها الصندوق والتي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ مسندم. حقيقة أن القطاع الخاص بمحافظة مسندم إلى الآن كما تم اللقاء اليوم لم يستفيد عدد حالات الاستفادة من صندوق الرفد وحالتين فقط، فمن هذا الجانب كان لنا التنسيق مع الأخوة المسؤولين في صندوق الرفد وهيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة أن كان لابد تواجدهم في محافظة مسندم وكذلك مع عربة النقل. وأشار المحاضرون إلى أن صندوق الرفد يهدف إلى تقديم الدعم لمختلف الفئات كالخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والباحثين عن العمل والحرفيين والمهنيين في مجال الصناعات الحرفية والمرأة الريفية وغيرها من الفئات التي تتوفر لديها الرغبة والجدية في إقامة مشروعات مجدية وذات أفكار جديدة. طبعا ما هو الدعم؟ التعرف على الشروط والآليات والإجراءات المتبعة في الاقتراض أو المتقدمين للقروض من صندوق الرفد، أيضا ما هي الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة للمقبلين أو من هم تجار أصلا في سلطنة عمان، من يحتاجون لبعض الدعم والمساندة و تذليل بعض الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع. احنا حقيقة كنا نتطلع لهذه الزيارة من فترة لأن هناك كثير من الأفكار والمبادرات الشبابية اللي يتمنوا أنهم يحصلوا على الدعم أو الرافد حتى أنهم يتمكنوا من تكوين مشاريعهم الاقتصادية، وخاصة تعرف أن المحافظة أو ولاية خصب بصفة خاصة تتميز بالناحية السياحية، فكثير من الشباب هناك لديهم أفكار وأنهم يتمنوا إنشاء مشاريع سياحية فيما يتعلق بالسياحة وأيضا المشاريع الأخرى، فنتمنى إن شاء الله أنه المحافظة أو ولاية خصب بصفة عامة تعطى بعض الاستثناءات أو بعض التسهيلات حتى يتمكن الشباب أنهم يحصلوا على الدعم لهذه المشاريع. كما تمت الإشارة في الندوة إلى أن استراتيجية صندوق الرفد تركز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بأكبر عدد ممكن من المشروعات المجدية والمساهمة في توفير فرص العمل،
وكذلك التشجيع على الابتكار والتجديد وعلى تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة المواكبة لتقنيات الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. صندوق الرفد تم اختزال بعض أعماله في عربة متنقلة تقدم الخدمات والتسهيلات إلى المواطنين والتجار وأصحاب وصاحبات الأعمال في ولايات محافظة مسندم عبر هذا النشاط المتنقل. منصور السعدي، محافظة مسندم. انخفض مؤشر سوق مسقط الأوراق المالية اليوم بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 6584 نقطة، وبلغت قيمة التداول 4,900,000 ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن السوق إلى أن القيمة السوقية بلغت نحو 14 مليار ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق ما نسبته 22% لتصل نحو 1,099,000 ريال عماني. برجر دجاج الصفاء، قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. تماسك سعر خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل ليتعافى قليلا من خسائر الجلسة السابقة في ظل الصعوبة التي تواجهها السوق المضطربة لوضع حد لهبوط الأسعار. ونزلت أسعار برنت والخام الأمريكي أكثر من 30% منذ يونيو، ولامست أدنى مستوياتها في 5 سنوات، حيث سجل الخام الأمريكي 67 دولارا و7 سنتات للبرميل دون أعلى مستوى له في الجلسة، وهو 67 دولارا و97 سنتا، لكنه يظل مرتفعا 19 سنتا عن الجلسة السابقة التي هوى فيها سعر الخام أكثر من دولارين. استقر الذهب قرب 1200 دولار للأوقية، حيث قدم ارتفاع أسعار النفط بعض الدعم، لكن قوة الدولار والتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي أثر سلبا على جاذبية المعدن كأداة تحوط. واستمد المعدن بعض المساعدات من تدفق 2400 كيلوغرام على أكبر صندوق مؤشرات معزز بالذهب في العالم، لكن حيازات الصندوق تظل عند أدنى مستوى في نحو 6 سنوات، ما يشير إلى مراهنة السوق على التراجع. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لكرم متابعتكم، وعودة إلى قيس ومنى. النشرة الاقتصادية برعاية الصفا. كشف معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بولاية مهلة عن مواهب فنية ترجمها الذوق والخيال الفني للطالبات المشاركات. المعرض جسد من خلال لوحاته المتنوعة الإمكانات والمهارات الفنية للطالبات المشاركات في إبراز مواهبهن من خلال ما قدمناه من لوحات وأعمال فنية راقية. أكثر من 80 لوحة فنية توشحت بها قلعة بهلة، صاغتها أنامل أكثر من 60 طالبة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي بالولاية، في محاولة للتعبير عن رسائل متعددة من خلال معرض الفنون التشكيلية. حبينا نوصل إلى ضرورة إبراز جمال الفن العماني، وأيضا كذلك أنه لكل إنسان موهبة فعليه أن يصقلها وأن ينميها ويطورها لكي يصل في النهاية إلى أعلى المراتب بإذن الله. لوحات جميلة حملت طابع المدرسة السريالية باستخدام فن السومبلاج وفن الرسم والتلوين بالألوان المائية والألوان الأخرى لتشكل توليفة تحكي مفردات الطبيعة العمانية والمعالم الحضارية وغيرها من اللوحات المعبرة.
المعرض بصراحة بيضم لوحات روعة، اختلفت أنواع اللوحات عن كذا نوعية من الفن. عندهم كولاج طلعوا منه نتيجة ممتازة جدا، عندهم تصوير الفني بالأعمال الزيتية حلو برضه، كان فكرتهم بتحكي عن الطبيعة في عمان. هذه اللوحات تتحدث عن الطبيعة العمانية وأيضا التراث العماني القديم، وأيضا تتحدث عن الخطوط العربية التي تستخدم في الكتابة وعن الوجوه وأيضا غيرها من الفنون الأخرى. توافت الزوار على المعرض وخاصة من طلبة المدارس، ما أعطى حافزا للارتقاء بالذوق الجمالي لدى الطلاب في وقت تركت فيه الأعمال الفنية أثرا تربويا على شخصية الفرد. كان إقبال الطلاب من مدارس مختلفة، طبعا هذا يعني توقفوا عند الكثير من اللوحات وأبدوا إعجابهم بهذه اللوحات، طبعا هذا حفزنا وخلانا نشعر بالسعادة وإنه يعني نبذل المزيد من الجهد ونعمل يعني أكثر من معرض. المعرض في جانبه الآخر عبر عن المواهب الفنية والمهارات الطلابية وقدرتها على تذوق الفن وصياغته. إقامة معرض للفنون التشكيلية بين دهاليز قلعة بهلاء يعد جانبا من جوانب التوظيف لهذا المعلم التاريخي العريق. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية بهلاء. إذن في ختام النشرة إليكم إعادة لأهم أنبائها. اللجنة العليا للمؤتمرات تستعرض في اجتماعها سبل دعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك. الاحتفال بتوزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون توثق التاريخ الملاحي العماني بتتبع إحدى أهم رحلات السفينة سلطانة. والتحالف الدولي يجدد التزامه من بروكسل بالعمل على وقف تقدم تنظيم داعش في سوريا والعراق. دمتم في حفظ الله ورعايته. تحية لكم وإلى اللقاء.